مختلفة، أمور مختلفة هنا لدينا كرة ما فيها شيء تماما، ممكن التقليص يأتي الآن. الله، سفيان محروق، سفيان محروق يسجل هدف التقليص لمصلحة الرجاء البيضاوي. من كازة يأتي التقليص الآن 2-1، ولا زال لدينا 9 دقائق. شوف اللقطة الماضية، الخطأ الذي كان حاضرا وخط الدفاع هنا المفتوح، وبعد ذلك هنا لمها ووضح بالرجل اليسرى في الزاوية من أمام حارس المرمى إشهاب الليثي. 2-1 لثاء